مشاهدينا مساء الخير. غدا احتفالات كثيرة ومتعددة، في الصباح احتفال بعيد الشرطة، وفي المساء القوات المسلحة تحتفل بثورة 25 يناير. الاحتفالين سيحضرهما رئيس الجمهورية وكذلك الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة. أعتقد أنه هذه الاحتفالات تمهد للاحتفال الأضخم والأكبر، الاحتفال الشعبي يوم 25 يناير، وكما أكدنا كثيرا أنه علينا النزول يوم 25 يناير حتى لا نعطي الفرصة لجماعة الإخوان أن تحاول السطو على الثورة من جديد، يعني تقول أنه نحن أصحاب 25 يناير وأنتم أصحاب 30/6. هذا ليس صحيحا، 30/6 استعادت ثورة 25 يناير التي اختطفها الإخوان، وبالتالي علينا أن نفوت عليهم الفرصة. الإخوان وبعض القوى للأسف الشديد المحسوبة على 30/6 والمتحالفة معهم اللي عاوزين ينزلوا على اعتبار أنهم أصحاب 25 يناير. لا، الشعب الذي صار في 30/6 هو صاحب هذه الثورة، لأنه هو الذي استعادها بعد أن تم اختطافها، بالإضافة إلى أنه 30/6 استعادت هوية مصر. شوفوا هوية مصر إلى أين كانت ستتجه، شكل مصر، ظلامية مصر، كنا سنتجه إلى الظلام، 30/6 أعادتنا إلى الضوء. شوفوا كمان 30/6 ماذا فعلت، تحدت الأمريكان وأعادت مصر إلى موقعها الذي يجب أن تكون فيه، وهو الاستقلال الوطني التام. مفيش حد يدينا تعليمات، المشروع الأمريكي اللي كان بيخطط إلى أنه التيار الإسلامي يحكم، وأنه الطيارات الإسلامية تعاني من مشاكل كثيرة في مصر ويعملوا لها مشاكل وصدمات وصراعات في السلطة زي اللي حصل في سوريا. هتلاحظوا اللي حصل في سوريا أنه كل الجماعات التكفيرية نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في أن تجعلها تذهب إلى سوريا وإلى سيناء بمساعدة محمد مرسي، وبالتالي تخلصت الولايات المتحدة من الجماعات التكفيرية. شفتوا حد بيعمل عملية ضد الأمريكان اليوم؟ شفتوا حد بيعمل عملية ضد الإسرائيليين؟ العمليات كلها تستهدف مؤسسات عربية هنا وهناك، وبذلك تخلصت الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الكابوس. وضعت كل الجماعات التكفيرية الجهادية التي كانت ترفع شعار الموت لأمريكا وتنفذ عمليات ضد الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم مش هتلاقي ولا عملية لا لتنظيم القاعدة ولا أي تنظيم ضد الأمريكان أو ضد الإسرائيليين. ليه؟ لأنه الأمريكان مخططهم هو شغل المنطقة بصراعات القوى التي تنتمي إلى التيار الإسلامي. تخيلوا داعش والنصرة ينتميان إلى نفس الفصيل القاعدة، ويبايعان نفس الأمير أيمن الظواهري، ويقتتلان الآن بشكل وحشي. هو ده مخطط الولايات المتحدة الأمريكية، هذا المخطط الذي كان يسعون إلى تنفيذه في مصر. 30/6 استعادت ثورة 25 يناير واستعادت هوية مصر. اللي بيحاول يوجد تناقضا بين 25 يناير و 30/6 يؤذي مصر ويؤذي الشعب المصري ويؤذي القوات المسلحة ويؤذي ثورة 30/6. لا تناقض بين الثورتين، 30/6 استعادت 25 يناير. ببساطة الحل بسيط، اللي يسألك عن 30/6، 30/6 هي التي استعادت 25 يناير. مش هنخليهم أبدا يزعمون ويدعون أنهم أصحاب 25 يناير، وزي ما قلت لكم نتحداهم أنه في حد من الإخوان، ونحن كنا نرقص تحرير صحف وقتها ولدينا جيوش من المصورين، نتحداهم أن حد يجيب لنا صورته يوم 25 يناير في ميدان التحرير في ذلك الوقت في الحديقة التي في منتصف الميدان حيث بدأت مظاهرات 25 يناير. وبالتالي علينا أن نفوت عليهم الفرصة ولا نتركهم يدعون أنه 25 يناير لهم و 30/6 لنا. لا، 30/6 استعادت 25 يناير المخطوف. كمان من الفيديو اللي شفناه امبارح اللي هستعيده معاكم، ومن تصريحات طارق الزمر اللي نوهنا عنها امبارح ايضا وبعض قيادات جماعة الاخوان، انهم تخلوا عن محمد مرسي وتخلوا عن شعارات رابعة. شعارهم الجديد اللي عايزين يوحدوا فيه البعض لمغازلة القوى السياسية هو يسقط حكم العسكر. يعني هم نازلين
يوم 25 يناير تحت شعار يسقط حكم العسكر، وهم مش عارفين انه العواطف الشعب المصري الجياشة الآن تتجه باتجاه القوات المسلحة، وإن القوات المسلحة هي الأكثر شعبية. وبالتالي قلنا أنه لن يستطيع الإخوان أن يفعلوا شيئا، فقدوا القدرة على الحشد تماما، ما بقاش عندهم إلا إطلاق هذه التصريحات العنترية الوهمية العبثية الدونكيشوتية التي لا فائدة منها، لكن هي فقط للتخويف. بيغزلوا بعض القوى السياسية المحسوبة على 30/6، والتي للأسف الشديد بدأت تلعب مع الإخوان، وهيعملوا شعار يسقط حكم العسكر. ونعيد لكم تاني المشاهد اللي عاملينها امبارح، انزل وشارك صح. زي ما انتوا شايفين مفيش رابعة، مفيش محمد مرسي. يسقط حكم العسكر في محاولة لمغازلة القوى السياسية زي 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين وبعض القوى التي لا تملك قواعد شعبية والتي بدأت تتحالف مع الإخوان. ونشوف مظاهراتهم اليوم منذ قليل في ميدان طلعت حرب للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. طبعا هنا الشعب يريد إسقاط النظام. يتخيل البعض أنه إعادة إنتاج 25 يناير يمكن أن تحدث، يعني 25 يناير كانت الإرادة الشعبية فيها متوحدة، الإرادة الشعبية الآن مع ثورة 30/6 التي استعادت 25 يناير. شفتوا الشعارات والهتافات، الشعب يريد إسقاط النظام، وبالتالي تسعى جماعة الإخوان لاستقطاب هذه القوى اللي احنا شايفينها، وده ميدان طلعت حرب، ودي قدراتهم، دي كل قواهم، لأنه ميدان طلعت حرب انتوا عارفين انه ميدان ضيق، وبالتالي هي دي كل إمكانياتهم في الحشد. دكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والسياسي البارز، دكتور جمال أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ. دكتور جمال، الوقت في بيان اعتذار من جماعة الإخوان، كمان بدأت جماعة الإخوان تستخدم خطابا لا يتحدثون فيه عن محمد مرسي ولا عن شعارات رابعة، وإنما لمغازلة قوى سياسية في محاولة لإعادة إنتاج 25 يناير من جديد، لمغازلة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين. بدأوا يستخدموا شعار يسقط حكم العسكر أو الشعب يريد إسقاط النظام. تعليقك على هذا التحول، يعني أسقطوا شعارات رابعة والمطالبة وحتى صور محمد مرسي لم تعد موجودة، وفين قسام داخل الجماعة حول هذه القضية؟ وفي اعتذار قدموه لم يذكروا فيه عودة الشرعية ولا محمد مرسي. تعتقد ما الذي سيفعله الإخوان بمساعدة بعض القوى يوم 25 يناير؟ بص حضرتك، أولا هذا ما يمكن أن نسميه خطاب الفتنة من أفراد وليس جماعة. لم يعد هناك جماعة اسمها جماعة الإخوان المسلمين، خلاص ده موضوع يعني انتهى للأبد. دول مجموعة أفراد بيجتهدوا
بيحاولوا قدر الامكان يحدثوا الفتنه في صفوف القوى الثوريه بهدف ان دي تبقى المحاوله الاخيره لجمع شتات افراد الاخوان من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه محاوله استقطاب بعض التيارات الشبابيه الاخرى زي شباب الاشتراكيين الثوريين، زي بعض جماعه 6 ابريل، المجموعه بكل فضائلها اتجمعت دلوقتي واخترقت من جانب الاخوان، محاوله غزل بعض الشباب الواقف في المنطقه الرماديه. كل ده كلام لن ينطلي على القوى الثوريه. احنا على فكره تنبأنا لهذا وناقشنا الكلام ده النهارده في الجمعيه الوطنيه للتغيير في اجتماعها الاسبوعي، وردينا على الكلام ده ان احنا بنرفض هذا الكلام، وده اعتذار لنفسهم هم يعني لم يعني تجميع شتات، لكن ليس اعتذارا، اعتذارهم غير مقبول يا استاذ وائل. هؤلاء ارتكبوا جرائم دم في حق الشعب المصري، وجرائم عنف وإرهاب ضد الشعب المصري، وأصبحوا جماعة إرهابية، وكل من ينتسب إلى هذه الجماعة هو إرهابي. هو في اعتذاره ما بيغازلكش أنت يا دكتور جمال، ولا يغازل القوى المتحمسة بشدة ل 30/6، هو يغازل بعض القوى التي كانت متحمسة ل 30/6 ثم تتحالف الآن مع الإخوان زي 6 إبريل والاشتراكيين الثوري، عشان كده تخلوا عن شعارات رابعة وصور محمد مرسي ويرفعون الآن شعارا واحدا فقط يسقط حكم العسكر ليتوحدوا به يوم 25 يناير. طب اسمح لي يا استاذ وائل اصحح معلومه. اتفضل. اولا جماعه 6 ابريل مجموعه احمد ماهر وشركاء لن يؤيدوا 30 يونيو على الاطلاق. لم نسمع من احد منهم ان ما حدث في 30 يونيو انه صلى، لان دول اجندتهم اجنده امريكيه، وكل الجماعات اللي هي بتلعب في الاجنده الامريكيه وبتنفذ تعليمات امريكا واوروبا دول اساسا بيعترفوش ب 30/6 ثوره شعب، ده بيعترفوا بيها ان هي انقلاب لنزع السلطه والشرعيه عن جماعه الاخوان. هم متوافقين مع الاخوان، وحتى في المجموعات السياسيه زي عمرو حمزان وغيره دول اساسا اشتغلوا وفق الاجنده الامريكيه، والاجنده الامريكيه قالت لهم اللي حصل 30/6 ده انقلاب، فبيغنوا وراه على طول زي السكاده ورا المغاد. يبقى دي 30/6 دي انقلاب، مفيش حد قال ان دي ثوره خالص، وبالتالي هم بيغذوا نفسهم برضو لان هم دول مع الاخوان من البدايه. طيب انا عايز نسمع هتافاتهم في طلعت حرب منذ قليل 6 ابريل والاشتراكيين الثوريين. نسمع يا جماعة، يسقط الشعب يريد إسقاط النظام، يعني هنا محاولة لإعادة 25 يناير من جديد. هو بيحاول يعيد إنتاج 25 يناير، وبعدين أنا بأكد على كلامك يا أستاذ وائل اللي قلته من شوية أنا سمعته، إن الإخوان أولاً ليسوا دعاة ثورة ولا علاقة لهم بالثورة، وهم بيحاولون بيها، ومحمد مرسي في جلسة قبل 25 يناير قال لي مش هيجروا على شوية العيال دول يا دكتور جمال. أنا عايزك تسمع نسمع الهتافات يا دكتور جمال. طيب بنفس الصيحة المدوية القديمة التي زلزلت الميادين في مصر، الشعب يريد إسقاط الميدان، هم يعتقدون بهذه الإعداد اللي موجودة في ميدان طلعت حرب وهو ميدان ضيق أنهم دي بروفا لإعادة إنتاج 25 يناير من جديد. دي أعداد كانت محدودة، وأنا كنت موجود هناك يا أستاذ وائل وخارج من هناك يا أستاذ وائل، وكل دول أساسا أعداد محدودة جدا للغاية، وهم غير قادرين على حجز الملايين ولا الآلاف ولا المئات حتى، اخرهم
كلهم على بعضهم لو جمعوا في ميدان 1000، ودول ما لهمش علاقه لا بالثوره، دول خاطفين وسارقين الثوره، ولم يظهروا في الثوره الا ابتداء من 29 اخر النهار، وهذه شهاده لواحد مشارك في صنع 25 يناير، ومن اول لحظه احنا موجودين. هم ما كانوش موجودين على الاطلاق يا استاذ وائل، وللحق يقال ان يوم 25 كان موجود منهم 10 نواب اللي كانوا في التيار الشعبي امام دار القضاء العالي، لم يكن هناك لا حشد ولا اي حد من طرفهم، ودي شهاده للتاريخ. فكلامك طيب. مظبوط يا استاذ وائل، واثني عليه واؤكد عليه، دول سرقوا ثوره والشعب ادرك انهم سرقوا وخطفوا، فحرر ثورته 25 يناير من ايديهم ومن هؤلاء السرقه السارقين والخاطفين في 30 يونيو. 30 يونيو استكمال لثوره 25 يناير والاثنين ثوره واحده، ولو ما كانش في 25 يناير بتاعت الشعب ما كانش هيبقى في 30/6 اصلا. طيب دكتور جمال زهران، بتوجه اليك بالشكر. دكتور حازم عبد العظيم، دكتور حازم اهلا بيك. اهلا استاذ وائل، مساء الخير. دكتور حازم، يبدو انه يعني في بروفا مصغره، يعني اليوم الاشتراكيين الثوريين مع 6 ابريل نظموا مظاهره في ميدان طلعت حرب، يبدو انها تتفق مع ما اكده الاخوان بالامس في المشاهد اللي عرضناها، حتى الإخوان أسقطوا في شعاراتهم ربعة ومحمد مرسي حتى يتوحدوا مع هذه القوة في محاولة لإعادة إنتاج 25 يناير من جديد، واتفقوا على الشعب يريد إسقاط النظام ويسقط حكم العسكر، واستمعنا إلى الهتافات منذ قليل في محاولة لإعادة إنتاج 25 يناير، مع أنه الأعداد في ميدان طلعت حرب الضيق هي أعداد محدودة، ولكن يعني زي ما قال حتى وزير الداخلية في اتفاق مع بعض الروابط الرياضية اللي فيه شايفين شماريخ حتى في المشاهد نشوفها واحنا بنتكلم، هل تعتقد انه يستطيع الاخوان بتقديم الاعتذار وبالتحالف مع بعض القوى السياسية التي كنا نظن انها محسوبة على 30/6 ان يفعلوا شيئا يوم 25 يناير؟ هو شوف حضرتك، في اكثر من مقدمه للي بيحصل دلوقتي، والشيء الايجابي ان هم كلهم بيتلموا دلوقتي مع بعض، يعني سواء الاشتراكيين السوريين وحزب 6 ابريل او 6 ابريل، ومعاهم كمان يمكن يخش معهم حزب مصر القويه من الناحيه الثانيه، بيبقى شيء كويس. هو حصل اجتماع اعتقد حزب العمل مجدي احمد حسين مع الاشتراكيين السوريين مع 6 ابريل، وخلاص بقت واضحه جدا ان 6 ابريل هو من اول يوم 25 يناير هو كان ذراع مدني لمشروع الربيع العربي، لأن مشروع الربيع العربي ده أصله في أكثر من مكون، في الإخوان المسلمين العميل الرئيسي في هذا المشروع، في قوة ثورية مدنية بيحركها هذا المشروع زي 6 أبريل وبعض الشخصيات، في إعلاميين زي الناس اللي سافرت قطر، وفي سياسيين زي أيمن نور، وفي ناس على مستوى عالي جدا زي دكتور البرادعي، جزء من مشروع الربيع العربي. أنا هنا برضه مش عايز أتكلم على خيانة وعمالة عشان نخلص بس الموال ده، إحنا لينا الواقع على الأرض. المشروع ده كبير جدا، فالواضح دلوقتي انه كان في اجتماع في دارمشتات وشفنا تفاصيله، ان جماعه الاخوان ابتدت يعني تبعد عن تنفيذ الاجنده الغربيه بطريقه جيده، فهم قالوا خلاص التعليمات تجي لهم يوم بيوم واسبوع واسبوع، انا قريت الكلام ده كله في هذا المخطط. فاذا التعليمات دلوقتي بتيجي مباشره من قسم المخابرات الدوليه مع التنظيم الدولي مباشره الى الصف الثاني من قياده الاخوان المسلمين وعملائهم من حركات اللي هي بتسمي نفسها حركات مدنيه. واضح جدا انه كانت تعليمات من بره، شيل بقى موضوع مرسي، شيل موضوع الشرعيه ده اركنه على جنب خلاص، ما بقاش نافع، ما بقتش تكسب. ما فيش اشاره رابعه اللي زهقونا بيها واللي حولوها الى اشاره مقدسه لم تعد موجوده الان لحشد بعض القوى السياسيه معاهم يوم 25 يناير. بالظبط كده، هم ممكن يتاجروا باي شيء العالم دي ما ليس فيها اي اخلاقيات، دول مجموعه من الخونه بينفذوا اجنده غربيه، ولا الشرعيه ولا مرسي ولا رابعه. تعالوا نتكلم بقى على عوده نظام مبارك، كويس؟ غزل كتير جدا عوده نظام مبارك اللي بقينا نسمعها كتير قوي اليومين دول، ابتدي غزل فكره ان عزوف الشباب على الاستفتاء، ها طلعها على السطح عشان تبين ان الشباب محبط، الشباب ثوره يناير بيحصل تشويه لثوره يناير، وفي ناس كتير جدا وقعت في هذه القضيه. ونبتدي نتكلم على اعتذار وهمي، طبعا بيان ضايع جدا من جماعه الاخوان، وبعدين لما مش بيعتذر بيقول لك احنا كلنا اخطانا وللطلابيين مش عارف عملوا ايه، فده مش اعتذار.
بس هو تغيير في الصيغه. لا وهو في طيات الاعتذار بيتكلم عن الانقلاب يعني العسكري، لقد راهن العسكريون الانقلابيون على قدره الاعلام الكاذب يعني. يعني هو يمارس الخصومه والعداء مع المجتمع بالكامل لسه يعني. لسه التعليمات اللي جات له دلوقتي انت بس شيل شرعيه وشيل مرسي واتكلم عن 25 يناير بس لا تتنازل على فكره الانقلاب. وفي نفس الوقت في التزامن النهارده دكتور البغدادي كاتب كده تويته لطيفه عن اغنيه بتاعه حمزه نمره. والاغنيه حضرتك لو سمعتها يا استاذ وائل هتلاقي هي مضمون البيان بتاع جماعه الاخوان المسلمين بس رايت اغنيه اللي هو المصالحه ومفيش داعي الشيطان يخش بينا ونلم كلنا مع بعض. وطبعا حمزه نمره توجهه السياسي واضح كويس. ده بتاع الدكتور محمد البغدادي النهارده. وفي نفس الوقت اغنيه بتاعت حمزه نمره طلعت من يومين. ف ماشي انا راجل يعني بفكر بطريقه نظريه التآمر بس معلش مش كل شويه تبقى الحاجات دي صدفه يا جماعه. يعني احترموا عقولنا. الدكتور البغدادي برضه جزء من مشروع الوطني العربي سواء بقى هو شايف من جواه ان لا مصلحه البلد، انا مش عايز اخون حد يعني، او هو جزء من الترس كترس من التروس الموجوده. لكن في واقع الامر انه يعني بيحاولوا دلوقتي خلاص 6 ابريل ظهرت بوضوح جدا ما فيش حد بقى يتكلم عليها انها حركه. لا هو خلاص باللي احنا شفناه يا جماعه نشوف تاني الاصل. الصيحه المدويه الشعب يريد اسقاط النظام بالطريقه التي كانت تتم بها في 25 يناير يعني هي يبدو انهم يقومون ببروفا لما يمكن ان يفعلوه يوم السبت. يعني نسمع حكم العسكر برضه هتلاقيها يسقط حكم العسكر بالاضافه الى الشتائم في الداخليه وكمان اشعلوا النار في حاجتين، علم الولايات المتحده الامريكيه وصور الفريق الاول عبد الفتاح السيسي. مع انه الفريق السيسي يعني هو الذي تحدى الامريكان وخلص مصر من التبعيه للامريكان. ما هو حضرتك اللعبه ايه بقى؟ لا ما هو الشباب ده لازم يبين ان هو شباب مستقل، هو شباب ملوش علاقه بالاجندات الامريكيه والكلام من ده. طب ما فيش مانع ان هو يحرق العلم الامريكي عشان يبين ان هو شاب شباب وطني مش تبع امريكا، هيضحكوا علينا. هم الاخ احمد مالك كان بيعمل ايه في علاقاته مع المنظمات اللي هي الاجنبيه دي؟ على الاقل كان يعتذر. يعني لو انت في يوم من الايام يا ابني غرروا بيك وضحكوا عليك وصرفوا عليك، ما هو ده خلاص بقى واضح ودربوك بعد ده كله. ممكن نسمع الهتافات والصيحات. وطبعا الشماريخ والحاجات دي يعني واضح انه بعض الروابط الرياضيه كمان، مش كل الروابط الرياضيه لانه يعني يتحدث معنا الكثيرون من اولتراس ويقولون انه لا علاقه لنا بذلك، لكن في جزء من هذه الروابط الرياضيه بيتم استخدامه زي ما انتم شايفين دي الشماريخ المعتاده. اتفضل يا دكتور. فانا متوقع انه يعني احسن ما في الموضوع ان 25 يناير الجاي ده هيكون خلاص النهايه بقى كويس. 6 ابريل والناس دي خلاص انتهت ان هم خلاص دلوقتي كشفوا كل ورقهم، هم جزء من مشروع الربيع العربي ومرتبطين ارتباط عضوي لجماعه الاخوان المسلمين، مشتركين الصهيونيين ايديولوجيتهم مختلفه شويه، هم دول ناس ضد الدوله اصلا، يعني دول مش عايز يشوف ولا قدام ولا فيش ولا شرطه، عايزها زريبه، عايزها فوضى، يعني دول العادات عايزه فوضى، مش عايزه دوله ولا عايزه حاجه، وبيتحالفوا مع اي حد مقابل مصلحتهم او فكرهم، مش عايز اقول مصلحتهم على الاقل يعني. انا متوقع زي يوم محمد محمود كده هيبقى في شويه تهريج وشويه يمكن يحرقوا العالم تاني، ما هو حرق عالم امريكا وحرق عالم مصر، هيعملوا دور شريف يعني كويس. فانا متوقع انه بس اتمنى ما يكونش في اي اشتباكات بكره، ولاني اتوقع ان يكون في اشتباكات اقصد يوم السبت. يوم السبت المؤشر الرئيسي هيكون يوم الجمعه. يوم الجمعة هو اللي هيبين يوم السبت هيمشي ازاي. طيب دكتور حازم عبد العظيم بتوجه اليك بالشكر، الف شكر. وزي ما قلت لكم طبعا يعني المشاهد اللي شفناها وضحت الموقف بوضوح. الاخوان خلاص تخلوا كما ظهر بالامس عن صور محمد مرسي وشعار ربعة الذي اوهمونا انه شعار مقدس، يعني كدنا نتخيل انه اصبح مقدسا يعني، ويرفعون شعار واحد يسقط حكم العسكر والشعب يريد اسقاط النظام في تخيل وفي توهم ان في امكانهم اعاده 25 يناير اذا ما تحالفوا مع 6 ابريل والاشتراكيين الثوريين واللي انتم شايفينه
ده في ميدان طلعت حرب الآن، دي بروفا مصغرة جدا لأنه دي أعدادهم، هي دي كل أعدادهم يعني. وميدان طلعت حرب ميدان ضيق وأدي السيارات ماشية فيه، ولكن هم يلتفون حول الميدان ليبدو أنه أعدادهم كبيرة، ويطلقون الصيحة المدوية التي زلزلت النظام يوم 25 يناير. الشعب يريد إسقاط النظام، لكن هذه الصيحة كانت تنطلق من إرادة شعبية قوية وحقيقية ومتماسكة. أستاذ أبو العز الحريري السياسي البارد، أستاذ أبو العز أهلا بيك. أهلا بيك وبالسادة المشاهدين، وكل سنة وإحنا طيبين ومنتصرين ومصر جاية بإذن الله ما تقلقش إن شاء الله. الإخوان في بياناتهم، في فيديوهاتهم التي يقومون ببثها الآن على الإنترنت، تخلوا عن شعارات رابعة، عن صور محمد مرسي، عن الحديث عن شرعية مرسي، ويتحدثون فقط، توحدوا مع على شعار الشعب يريد إسقاط النظام أو يسقط حكم العسكر بشكل كبير، وذلك للتوحد مع 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين في محاولة لإعادة إنتاج 25 يناير من جديد، هكذا يتوهمون يعني. تعليق حضرتك. أولا إنتاج 25 يناير مستحيل انه يتم بيد الاخوان، ولا 6 ابريل ولا الاشتراكيين العوريين دول ولا حاجه، لان دول معادين للثوره اساسا. 25 يناير حركه وثوره شعب. كل اللي حصل من الاخوان قبل الثوره واتضحت معالمه بعد الثوره والترتيب والتخطيط بيقول ان هم كانوا بيعدوا التآمر منذ سنوات طويله، وان هم طول عمرهم منذ ان انشأهم حسب بالنا في 28 كان في عندنا اثنين زي ما قلت لحضرتك، يعني طلعت حرب عمل مشروع عظيم، والحسن البنا عمل مشروع اجرامي معادي للدين وللوطن وللانسانيه، مسلمين ومسيحيين ولهم مله وما لهمش مله. وبالتالي الاصل الجذري في الارهاب مكون في فكرتهم نفسها وفي تنظيمهم نفسه. الحاجه الاخرى، خلينا حتى في السنوات اللي هي جت مع بدايه الثوره، الموجه الثالثه الاولى من الثوره يعني، هم خدوا موقف متآمر وتآمروا مع السلفيين واتمولوا من الامريكان، من المقابلات الامريكيه هم والسلفيين ب 12 مليار دولار، يعني 84 مليار جنيه، عشان يجيبوا زيت وسمنه وسكر ويرشوا الناس بفلوس الامريكان، عشان هم ما بيدوش رشاوي للوطنيين الشرفاء. الحاجه الثانيه، لما حتى تمكنوا من السلطه بطريقه غير مشروعه، واحنا تعالنا على الشعب والشورى والتأسية وكلها اتسجد في النهايه، ارتكبوا جرائم ضد الشرعيه اللي هم اغتصبوها، وعملوا اعلانات دستوريه وقالوا كل هم كل شيء. خلينا عنا على يوم 25 يا استاذ ابو العز، هل يستطيعوا ان يفعلوا شيئا يوم 25 يناير؟ لا يستطيعوا ان يفعلوا شيئا على الاطلاق الاخوان في دور التلاشي، لان الشعب المصري امتلك ارادته مره ثانيه، والجيش استجاب في 30 يونيو الموقف الشعبي، وحصل حالة من حالات التقارب. فكرة حتى حكم العسكر لم يحدث في التاريخ ان كان في عسكر بيحكمه، ولو العسكر حكموا ضد الاخوان فهذا برضو موقف مختلف عن انهم يبقوا زي الاخوان ارهابيين. ثم عبد الناصر ما كان عسكري يا اخي، ايه اللي عمله عبد الناصر شيء عظيم؟ هم الناس كلها ترفع صور دلوقتي، اللي عمله يقول نفس الحكايه، ايزنهاور يا سيدي حتى عدونا الصهيوني اللي هم متحالفين معاه واللي بيرعاهم واللي بيمولهم، لانه امريكا اسرائيل واسرائيل هي امريكا، كل قياداته اللي نجحت في انها تنشئ دوله استيطانيه كانوا من العسكر. احنا ليه بنغني الاغاني دي كلها؟ ثم هو عايز يصالح مع الشعب ويضرب جيشه ازاي؟ انا عايز افهم يعني كيف تتحالف معي؟ ثم انا هتحالف مع الشيطان؟ طب تعالى سلم نفسك، اعمل زي الصعيده، هات كفنك على ايدك كده وتعالى قول انا ارتكبت جرائم واحد في 1225 جريمه كبرى ارتكبها الاخوان موثقه وموجوده في مجلس حقوق الانسان وموجوده لدى الداخليه. طيب. معظمها في قضايا. طيب استاذ ابو العز، ما شاهدناه منذ قليل في ميدان طلعت حرب، وهو ميدان ضيق تجمع فيه، يعني هي هذه كل قدرتهم على الحشد، 6 ابريل والاشتراكيين الثوريين واستعاده شعار الشعب يريد اسقاط النظام ويسقط حكم العسكر، هل اللي انا شايفه ده يمكن ان يكون بروفا يوم السبت في محاوله منهم لان يفعلوا شيئا يوم 25 يناير؟ يا استاذ وائل، انا بقول لحضرتك وللمصريين جميعا، لن يجروا لا بتوع 6 ابريل ولا الاخوان الشياطين دول
أن يفعلوا شيئا طالما أن الشعب متوحد وموجود في الشارع والشرطة موجودة والجيش موجود. ثم احنا عملنا دستور والعالم كله شاهد بأن دستورنا اللي احنا عملناه واجتمعنا حوالين منه نسبة التصويت فيه 98% ولم يشبه شائبة واحدة لا من تزوير ولا غيره. يكفي ان هم وزير العدل يوم 14/11 قال ان هم اكتشفوا انهم كانوا حاطين في في كشوف الناقبين 10 مليون صوت بالتزوير عشان يلقوا فيها ليها وقت ما يكونوا داخلين انتخابات. احنا لا بيهمنا ان هم ينزلوا ولو الجدعان ينزلوا يوم 25 ويشوفوا اللي هيحصل معهم ايه سواء من الشعب اساسا الشعب اولا ثم من الجيش ثم من الشرطة. وان غدا لنظري قريب اما كل نوم يطلعوا بيان زي اللي حضرتك بتتكلم عنه فهذه حالة الافلاس لمن وجد نفسه في قاع النهر او في قاع المحيط لا يستطيع ان يعني يظهر الى السطح مرة يطوى الى السطح مرة أخرى فهو يراود كلام ويرفع شعارات يخادع بها الناس. أبو العز الحريري ألف شكر. وهنا الحقيقة أنت تندهش من الانتهازية. يعني محمد مرسي ده لازم يبكي داخل السجن ويقول للإخوان لقد تخليتم عني وتخليتم عن صوري وكأن صورتي تصيب الناس بالإيدز يعني إلى هذا الحد تتنصلون من الصورة وتبتعدون عنها وتتعاملون معها على أنها مثل الفيروس الذي يصيب الناس. يعني حتى شعار ربع اللي صدعتونا به تخلوا عن هذه الشعارات الآن في محاولة منهم للتقارب مع بعض القوى التي لا تملك أصلا قواعد شعبية. يعني شايفين الانتهازية السياسية إذا عندك مطالبك اللي بتقول إنها مشروعة كمل فيها لكن أنت لأنك تعلم إنه صور محمد مرسي وإنه شعارات ربع لن تجعلك أبدا في أنه عندك تحالفات مع أي قوة ومش هتضيف لك أي شيء فبدأوا يتخلوا عنها تخلوا عن محمد مرسي وتخلوا عن شعارات ربعة هكذا الإخوان اللي هيتخلى عن مصر هيتخلى عن أي شيء اللي شفناه نشوف المشاهد تاني اللي حدثت منذ قليل هي دي قوتهم كلها ده اللي احنا ممكن نشوفه يوم 25 يناير في ميدان طلعت حرب لأنه ميدان التحرير بيكشف الأعداد الصغيرة وبالتالي ميدان طلعت حرب وهو ميدان ضيق يعني يلتفون حول الصينية لأنه العربيات زي ما انتم شايفين ماشية يعني حتى لم يستطيعوا أن يشغلوا الميدان بالكامل يعني بالإضافة للحاجات اللي بتعملها بعض المنتمين للروابط الرياضية الشماريخ اللي بتحاول والصيحة المدوية الشهيرة اهو نسمعها بروفة صغيرة ومكشوفة وأعتقد بأنه هتاف الشعب يريد إسقاط النظام لا هذا النظام ولد بإرادة شعبية تجلت في ثورة 30/6 وبالتالي محاولة إعادة إنتاج 25 يناير من جديد محاولة عبثية وهمية وتؤكد انتهازية الجماعة أكثر مما تأكدت. دكتور رفعت السعيد السياسي البارز. دكتور رفعت أهلا بيك. أهلا يا سيدي. أهلا بيك دكتور رفعت. الإخوان في بياناتهم خلال اليومين الماضيين تخلوا عن صور محمد مرسي وعن شعارات ربعة لكي يتوحدوا مع بعض القوى السياسية زي 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين واتفقوا على شعار يسقط حكم العسكر أو الشعب يريد إسقاط النظام. ومنذ قليل في ميدان طلعت حرب كان في هذه الهتافات من الاشتراكيين الثوريين ومن 6 إبريل أعداد محدودة أو هي كل قواهم يعني في ميدان طلعت حرب الضيق وهتفوا هتاف 25 يناير الشعب يريد إسقاط النظام. تعتقد بأنه الإخوان بهذه الانتهازية وبإسقاطهم لشعاراتهم للتوحد مع 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين يمكن أن يعيدوا إنتاج 25 يناير كما يتوهمون؟ يا سيدي العزيز عيد تاني دايما أنا أقول من غير المنطقي أن تستخدم المنطق
لفهم مواقف غير منطقية. فنبعد المنطق بعيد عن الحكاية دي، وخلينا نتكلم بأسلوب الإخوان. الإخوان لا يستطيعون النزول إلى الشارع، لا يستطيعون، بمعنى أن قواهم محدودة للغاية. أنا امبارح شفت لهم مظاهرة في المقطم 60-70 واحد بالكثير، وقاعد بس مش صحيح بقى، شايلين صور مرسي وشايلين علامات ربعة وشايلين بتاع، والناس كانوا بيوصلهم بالتريقوا عليهم يعني وماسكين طوبل ودفوف وبتاع وحاجات زي كده. ده الحاجة الأولانية. ثانيا، هما بيقولوا احنا عايزين نتصالح او نعتذر. تعتذر عن ايه؟ عما ارتكبه مرسي. طيب وبعدين؟ طب ايه موقفك من 30 يونيو؟ طبعا ضد. طب ايه موقفك من محاكمة رئيسك ومحاكمة جيوش الارهابيين بتاعتك المقبوض عليها؟ طبعا هيرفضوا. طب ايه موقفك من العدالة الانتقالية؟ برضو هيرفضوا. طيب يبقى اذا ايه موقفك من الدستور اللي الناس صوتت عليه؟ هم الان بيحاولوا، اولا هذا استعداد مش لانه يقوم باعمال عنف او كذا، لانه لا يجرؤ، الشعب متربص بيهم ويعني سوف يفترسهم اذا حاولوا، لكن ممكن يعملوا اعمال ارهابية. يرمي قنبلة هنا، يرمي قنبلة هنا، وتيجي تقول الاخوان يقول لك ده انا قلت اتصالح. دي الحاجة الاولى. الحاجة الثانية، هو طبعا لم يعد يبقى له من مناصريه الا بقى عناصر محدودة جدا. وانا سمعت النهاردة راجل عمال يزعق من حزب والله نسيت حزب الاصالة، وانا اعرف ان حزب الاصالة يجي 4 تنفار يعني، فما تشغلوش بالكم. ما هو بيزعق عشان صوته يوصل للاربعة دول يا دكتور. عشان صوته يوصل للاربعة. لكن في قضية مهمة لازم الناس تعرفها. لازم تعرف انه جماعة الإخوان تتهاوى بصورة متفارعة جدا، وأنه لم يعد لديها القدرة على النزول للشارع، خصوصا أنه بقى المدن الجامعية اتقفلت والجامعات خدت أجازة والولاد لازم يروحوا بلادهم، والقرشين اللي قبضوهم من الإخوان بقى يروحوا يصرفوهم هناك على أخواتهم. دي قضية. القضية الثانية انه هذا الكلام الاعتذار ده موجه زي ما قلت انتوا الستة ابريل والجماعة اللي بيسموا نفسهم الاشتراكيين الثوريين. انا عايز اقول ستة ابريل هذه الجماعة يعني ارتكبت من الحماقات في الفترة الاخيرة ما يعني لا يحتاج الى وصف. يمكن كانوا في زمن ما مقبولين وقادرين على ان يفعلوا شيئا وهكذا. الذين ليسوا اشتراكيين وليسوا ثوريين وهم حفنة محدودة جدا، وهم معجبين بمبان طلعت حرب لان بيقفوا يشتمونا تحت يعني. ما انت المفروض انت اشتراكيين كمان يا دكتور رفعت، بس من لا، الاشتراكي لا يمكن ان يتحالف مع الفاشية الاخوانية. الثوري لا يمكن يتحالف مع الفاشية الاخوانية حتى لو كان ضد ما يسميه حكم العسكر. ممكن يبقى ضد السيسي وضد الإخوان، لا يتحالف معهم أبدا. لا يتحالف معهم أبدا. وأنا عايز أقول إنه الزمن طوى هذه الفكرة، لأنه الفكرة الحقيقية أن الاشتراكية تعني بناء الوطن مش بناء حكم الفاشية الإخوانية، وتعني الثورة المتجددة التي تقود المجتمع إلى الأمام. والفعل الثوري هو تجلى في مصر في وضع الدستور، في الاستفتاء على الدستور، في الإعداد للانتخابات الرئاسية، وما فيش ما يمنع أن يروحوا يصوتوا ضد الرئيس اللي مترشح، أو يقفوا يصوتوا ينقلهم رئيس ثاني، يجيبوا حد من الاشتراكيين الثوريين يرشح نفسه رئيسا. وعلى فكرة الترشيح للرئاسة ببلاش، مفيش رسم ترشيح، فيورونا شعبيتهم.
أما أتحدى أنه يأخذ 20 صب. دكتور رفعت السعيد بتوجه لحضرتك بالشكر، وكما أكدت غدا صباحا احتفالات بعيد الشرطة، مساء احتفالات القوات المسلحة بأعياد ثورة 25 يناير، وسوف يحضر رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور الاحتفالين، وكذلك القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وأيضا كنا نوهنا بالأمس امبارح أن في حالة بلبلة وحالة شائعات كثيرة، أعتقد أنه خلال الأيام القادمة رئيس الجمهورية سيتحدث عن الانتخابات الرئاسية أولا، وبعدها سيعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة، وأنه حالة البلبلة يحاول أن يثيرها البعض لإحباط الناس قبل 25 يناير. من خلال مصادرنا تأكدنا اليوم أنه حالة البلبلة مفتعلة ومختلقة، وأنه كمان تخيلوا إسرائيل الآن قضيتها الأساسية هي منع الفريق أول عبد الفتاح السيسي من خوض انتخابات الرئاسة. إسرائيل لا تريد السيسي رئيسا لمصر، وبالتالي تتكامل المخططات الإسرائيلية مع مخططات الإخوان، وللأسف الشديد مع مخططات بعض القوى التي تزعم أو توهمنا أو تخدعنا أنها مع ثورة 30/6. طبعا الإرادة الشعبية هي التي ستنتصر. الملايين اللي احتشدت في 30/6 واللي احتشدت أيضا في الدستور، في بيان اعتذار بيقولوا أن الشعب قاطع الاستفتاء. يا أخي تبخجل من نفسك. طب أنا 20 مليونا قالوا نعم، أنت 10 مليون في استفتائك أنت قالوا نعم، و 17 مليون اللي حضروا منهم 6 مليون وشوية أو ما يكاد يصل للسبعة مليون قالوا لا. وبالتالي يعني عليك أن تخجل إذا تحدثت عن أعداد، اخجل من نفسك، لأنه 20 مليون نعم هم ال 30 مليون اللي في 30/6، لأنه الاستفتاءات محسومة نتائجها مسبقا. بالإضافة أنه الإخوان منعوا بإرهابهم وتخويفهم بعض الناخبين من النزول في بعض المناطق زي ناهية وكرداسة ومناطق في المنيا وفي الفيوم. بعد الفاصل هنكمل معاكم، وزي ما قلت لكم أنه خلال أيام سيعلن رئيس الجمهورية الانتخابات الرئاسية أولا قبل النيابية، وبعدها سيعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي خوضه انتخابات الرئاسة.